أول شيء يا أخواني، الإنسان مثل ما قال أخونا عمره أيام، فهالعمر هذا أنت سوف تسأل عنه يوم القيامة في كل أموره. سوف يسأل الإنسان عن شبابه فيما أفناه، أفناه، وعن ماله فيما أكتسبه، فيما من أين اكتسبه وفيما أنفق. والإنسان يا أخواني يعني هن أربع لا تزول قدم عبد حتى يسألوا عن أربع، كما جاء في الحديث ذكرنا منها شباب. نتكلم عن الشباب، أي شبابهم، الشباب هنا يعني العمر، عمرك أنت وشفنيته فيه. الآن يا أخواني حنا لازم أن نحاسب أنفسنا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، واستعدوا للعرض الأكبر على الله جل وعلا سبحانه. هذا العمر أنت تعيشه الآن، وما هو الذي مثل ما قال أخونا جنيته في هذا العمر اللي تعيشه الآن؟ صحيح، ما أنت ابن آدم إلا أيام، كما قال ابن القيم: ما أنت ابن آدم إلا أيام، إذا ذهب يومك ذهب بعضك. صحيح. فالإنسان الآن يمر فيه العمر يا أخواني، إحنا كم عشنا من الأعمار؟ منا من 23 سنة، ومنا من 24، منا من 30، منا من تعدى 40. طيب الآن 40 سنة اللي مضت وش قدمت فيها؟ هل أنت راضي عن أعمالك فيها؟ صحيح. هل حصيلتك اللي أنت جنيتها في هال40 سنة تبيض وجهك يوم أن تقف بين يدين الله جل وعلا؟ أي هذا المشكلة. ويوم يسألك الله جل وعلا السؤال، إن كانت كل إنسان يا إخواني ترى منا أدرى بنفسه، إن كنت تعلم أن صحيفتك تبيض وجهك وما قضيته من أعمال صالح تبيض وجهك، فنقول لك استمر وداوم عليها. وإن كنت تعلم، وكلنا يا إخوان مقصر، وإن كنت تعلم أنك مقصر تجاه الله عز وجل وعندك قصور في العبادات، فنقول لك ما زال باب التوبة مفتوح، وما زلت تستطيع أن تصلح من حالك، وما زلت تستطيع أن تعود إلى الله جل وعلا، وما زلت تستطيع أن تتقرب إلى الله جل وعلا. فكما قال الله في الحديث القدسي: من تقرب إلي إيش؟ شبرا. تقربت إليه إيش؟ ذراعا. ذراعا. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته. هذا من رحمة الله جل وعلا فينا، هذه من رحمة الله جل وعلا فيك. فأنت تقرب إلى الله عز وجل، تقرب إلى الله. وقال في الحديث الآخر: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. إلى نهاية الحديث: كلكم عار إلا من كسوت فاستكم. إلى نتحت كلها الله يدلك ويعلمك في هذه الحديث كيف تتقرب منه وكيف تطلب منه. فأنت تتقرب إلى الله جل وعلا. وفي الحديث الآخر: ما تقرب إلي عبدي بأحم من افترضته عليه. الفرائض بعض الناس يروح للنوافل وهو مقصر بالفرائض. لا، أول شيء ابدأ بنفسك بالفرائض، جيب الفرائض أول شيء، ثم ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ثم تعال بالنوافل، من صدقة، من قيام ليل، من سنة الضحى وغيرها، لأنها مثبتة لك. ما يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى ماذا؟ حتى أحبه. كلنا يا إخواني نبحث عن محبة الله عز وجل، كلنا نريد أن يحبنا الله عز وجل، لأن الموفق والله من ينال محبة الله، ومن ينال القرب من الله. ولن تنال محبة الله إلا بالقرب من الله، ولن تنال القرب من الله إلا بالمحافظة على الفرائض ثم النوافل. ثم قال الله جل وعلا: حتى أحبه، فإذا أحببته كنت إيش؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيدنه. كل هذه الأمور تحصل لك إذا أحبك الله عز وجل. فالله يا أخواني باقتنام العمر، العمر يمضي والله. الآن يا أخواني مجرد ما تدخل السنة إلا وتنتهي بسرعة. فيا أخواني ترى الآن الأعمار اللي تمر هذه لا نغفل عنها،
كل سنة تذهب من عمرك تبعدك من الدنيا وتقربك للآخرة. كل سنة تمر من عمرك تبعدك من الدنيا وتقربك للآخرة. الآن يا أخواني مضى من أعمارنا 40 أو 20 هذه كلها راحت، طويت صحيفتها بما فيها من أعمال صالحة ومن أعمال سيئة، طويت صحيفتها وبنلقاها يوم أن يبعث الله العباد. ومن كان محسن فيها فليستمر على إحسانه وليزداد، فقال الله عز وجل فتزودوا فإن خير الزاد يتزود. ومن كان مقصر عليه بالرجوع والالتجاء لله والتوبة والإنابة، باب التوبة ما زال مفتوح. والله جل وعلا نادى المشرفين على أنفسهم ونادى أصحاب الكبائر، ولكن ناداهم بنداء الرحمة بنداء الشفقة، لأن الله رحيم الله غفور. ناداهم وهم مسرفين على أنفسهم يا أخوان، والإسراف تجاوز الحد في الطغيان، ومع ذلك الله جل وعلا سماهم عباده وناداهم بنداء العبودية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله جل وعلا في سورة الفرقان لما تكلم عن الجرم والكبائر استثنى، قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذه أول صفة الشرك. ثم بعدها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، جرم وكبيرة من كبائر. ولا يزنون، ثم قال الله جل وعلا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إلا من، هنا الاستثناء وهو محور اللي حنا نبغاه. شفت يضاعف له العذاب ويخلد فيه مهانا. إلا من، هنا شهدنا حنا الشاهد لنا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترى التوبة لحالها ما تكفي، إنك تقول تبت لحالها ما تكفي، لازم تلحقها في إيمان بالله وعمل صالح تداوم عليه. قال الله جل وعلا إلا من تاب وآمن، يعني التوبة ألحقها بإيمان بالله وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يا أخواني باب التوبة لا زال مفتوح، ولكن حنا إلى متى ونحن نسوف؟ مثل ما قال أخونا صحيح التسوف، مثل ما قال أخونا وشاعرنا، ما قتل الناس وجعلهم يهملون ويفرطون يا أبو حاتم ولهن أخواني في جنب الله جل وعلا إلا التسويف. الله أتوب اليوم لا بتوب بكرة، لا فيه مناسبة بس يمكن يصير فيها شيء خلني بحضرها الله المستعان وبعدين بتوب، وما يدري إلا العمر منصرب منه، وما يدري إلا قالوا ذهب فلان من الدنيا وهو المستعان بكرة بعدها بتوب. الله المستعان. ولكن من مات على التوحيد فهو على خير. الله أكبر. من مات على التوحيد وعلى كلمة التوحيد وهو موحد لله فهو على خير. فالله الله بالتوحيد وتعظيم التوحيد. الله يجزاك خير. ومن مات على لا إله إلا الله فهو على خير، يبعث على لا إله إلا الله. فأنا ما ودي أستأثر عشان نترك المجال لأخوان، ولا حنا ترى لا دعسنا ودك تقطع هذا واحد من الشباب يبو بجات